إذن لمزيد من المتابعة بشأن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن معركة طوفان الأقصى، معنا هاتفيا من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين معاذ البدري. مرحبا بكم أستاذ معاذ. إذن في السنوات الأخيرة تصاعدت انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وبلغت ذروتها في هذه الأيام الأخيرة، كيف تقرأ توقيت عملية طوفان الأقصى وأهدافها؟ حياكم الله. بسم الله والحمد لله. في البداية لابد من إلقاء التحية على فلسطين وأهل فلسطين، ولابد من الإشادة بالحدث العظيم الذي فرضته المقاومة الفلسطينية على المشهد بإعلانها طوفان الأقصى، الذي نرجو من الله تعالى أن يعززه بالقوة والصبر حتى بلغ النصر المبين إن شاء الله تعالى. وتحية لمشاهدي الرافدين الكرام الفضلاء الذين شاهدوا بأعينهم على مدى يومين فعاليات المقاومة في فلسطين وآزروها ونصروها. يا سيدي، عملية طوفان الأقصى في الحقيقة لا تقف قراءتها عند حد معين، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان، ثم ليس لها مدايات محددة على المستوى الميداني والسياسي وحتى الأقليمي وما سيلحق بذلك من تداعيات مستقبلا، لأنها في الحقيقة يعني تعد بمثابة نقلة نوعية. نحن عبرنا عنها يوم أمس في موقف الهيئة الأول وقلنا بأنها منطلق سيفرض على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني مسارات لم يكن يتوقعها هو على وجه الخصوص، فضلا عن أنها لم تكن مطروحة في التحليلات والرؤى لدى المراقبين لشأن الفلسطيني بشكل عام. دلالة ذلك كله أن هذه العملية متقنة وضاربة بقوة، وتمت صياغة خطتها على نحو يثبت جدارة المقاومة الفلسطينية وأهليتها لتكون الرقم الأصعب في المشهد. أما ما يتعلق بتوقيت هذه العملية أو توقيت هذه المعركة فهو الآخر يمكن رصده أنه تم اختياره بإتقان واحترافية، لأنك حين تباغت عدوك على حين غفلة وتجتاح أرضه وتسيطر على مواقعه دون توقعات منه على هذا النحو، فهذا يعني أنك متقدم عليه خطوات لا مجرد خطوة واحدة. ويعني أيضا أن سرية المقاومة الفلسطينية وحرصها في التخطيط والتنفيذ فاق ما يدعيه العدو الصهيوني من قوة استخبارات وجيش لا يقهر ونخبة خاصة وما إلى ذلك من تشكيلات ذات مصطلحات كاذبة يراد لها أن تروج، ولكنها في الحقيقة أدنى من مسمياتها وأوضع من أن تكون مؤثرة. مجريات الأحداث على مستوى يعني على مستوى التنفيذ الميداني وعلى مستوى التوقيت سبحان الله كأنها جاءت متوافقة مع قول الله عز وجل: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا النوع من عمليات المقاومة حين يتم التخطيط له وتنفيذه رغم ما تعانيه غزة من حصار ودمار ونقص كبير في الإمدادات على كافة أصنافها، هذا يعني أن المقاومة تحظى بقوة أكثر مما هو متاح للعيان، ويعني أن لديها من عوامل الاستعلاء والنكاية بالعدو الشيء الكثير الذي ستكشف عنه تطورات المعركة، والتي نرجو أيضا أن تكون كلها في صالح فلسطين وأهلها وفصائل المقاومة فيها. أصدرتم في هيئة علماء المسلمين هذا البيان الذي أشدتم فيه بالعملية عموما، ولكن ما أثر هذه المعركة في الصعيدين الفلسطيني وكذلك الأهم الإسلامي؟ لا شك بأن قضايا الأمة الإسلامية على امتداد رقعتها تحظى برصدنا ورؤيتنا، ولعل القضية الفلسطينية في طليعة هذه القضايا التي تعد جزءا من ثوابتنا في الهيئة، أدبياتنا حافلة بمضامين متعلقة بالمسجد الأقصى المبارك بوصفه جزءا من عقيدة المسلمين. أولا، نحن نؤمن بتوأمة القضيتين العراقية والفلسطينية، ودائما نستذكر حديث الأمين العام الراحل الشيخ حارث الضاري رحمه الله تعالى في هذا السياق، كان عالي الصوت في نصرة فلسطين والأقصى وقضيتهما. معركة طوفان الأقصى لا شك بأنها لها أثرا علينا في العراق وعلى الأمة الإسلامية كلها، لأنها حركت كيان الأمة، لأنها بثت الأمل في الأمة مرة أخرى. كثير ما كانت اللغة الدارجة في وسائل إعلام الدول الإسلامية أو في حتى في الأوساط الشعبية تتحدث عن استعلاء العدو وعن سيطرة العدو وعن ضعف المسلمين وعن قلة الحيلة وعن المؤامرات التي تحاز بالأمة، جاءت عملية طوفان الأقصى كأنها تحيي الأمل الخافت في قلوب أبناء الأمة الإسلامية، جاءت لتحرضهم
على أن السلة المؤمنة في غزة استطاعت أن تضرب بهذه القوة هذا الجيش الصهيوني الذي يمتلك من وسائل التقنية التكنولوجية العسكرية كل هذه الأصناف، استطاعت فصائل المقاومة أن تطيح بها في بضع ساعات. أكيد الأمة الإسلامية اليوم استقبلت جرعة من الهمة وجرعة من الأمل وجرعة من الاستعداد بأن تستقبل المرحلة المقبلة وأن يكون لها دور في حالة الصراع مع العدو سواء كان عدو صهيوني أو غيره من الاحتلالات التي تجتاح بلداننا الإسلامية. وربما كانت هذه أبرز ما وددتم أن ترسلونه من رسالة في أثناء هذه البيان للأمة، ولكن في المقابل كيف ترون موقف المجتمع الدولي من العملية الفلسطينية هذه عموما، والذي كما تعلمون يملأ العالم ضجيجا إذا ما جرح جندي محتل ولا يتحرك مع قتل عشرات الفلسطينيين كل يوم؟ نعم طبعا، وليس ثمة الجديد من جانب المجتمع الدولي، فهو لم يكن صامتا متخاذلا عن نصرة الشعوب والأمم التي تبحث عن حريتها وتسعى إلى حقوقها، إذا لم يكن صامتا عنها فإنه ينحاز إلى صف الباطل ولا يخجل من الإعلان عن ذلك. مثلا في الشأن الفلسطيني والشأن العراقي لم نجد يوما أن المجتمع الدولي وفي أعمه الغالب اتخذ موقفا مناصرا للشعوب، بل على العكس من ذلك. بالأمس البيت الأبيض أعلن صراحة بأن بايدن عرض دعمه لما أسماها إسرائيل، وأكد على التنسيق الوثيق بين الفرق العسكرية والاستخبارية للجيش الأمريكي والصهيوني، وتفسير بقية ما تعرف بالدول العظمى على خطى الولايات المتحدة في هذا الشأن. الحقيقة نحن لا نشعر باستغراب من هذا الموقف، ثم إننا لا نعول عليه أصلا أي موقف من المجتمع الدولي، لا ينصف أمتنا الإسلامية ولا يقدم لها أي جانب من جوانب التعاطف، بل بالعكس ينحاز إلى العدو بصراحة. هذه الأمور حقيقة لم تعد يعني ذات عامل مؤثر في أوساط النخب في الأمة الإسلامية وحتى في أوساط الشعوب. اليوم إذا تسأل أي مواطن عراقي أو فلسطيني عن الرأي العام الدولي وعن الدول العظمى سيجيبك باستهزاء أو سخرية على أن هذه المواقف قد اعتدنا عليها وقد أصبحت سجية في حياتنا، أن العدو هو يعني أن العدو دائما ما يحظى بنصرة ودعم وتأييد من قبل الرأي الدولي، وذلك هذه الدول العظمى هي في الحقيقة هي يعني خلينا نقول الجدار الذي يستند عليه الاحتلال الصهيوني، هي الجدار الذي يستند عليه الاحتلال الإيراني في العراق، هي العامل المساعد الذي ينشط قوى الباطل وقوى الظلام بتمارس أعمالها الإجرامية والتدميرية في بلاد المسلمين. إذن من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق معاذ البدري، شكرا جزيلا لك.